عاصم. عاصم قد من؟ خالد من جبل جلود. نتشرف بيك. عاش. خالد، اليوم نحكيو على التحرش في وسائل النقل. تحرش مش نقول لك مش بتحرش اللوم بالطبيعه من اللوم الواحد وزاره النقل اللوم اكثر منه هي سبب الولادي في التحرش. كيفاش يعني؟ سي نورمال يعجبك كي تشوفهم كانهم صلاميل عباد طالعه حتى ما يحبش يتحرش يروح يتحرش بالسيف فهمتني من معناتها معبيه تلما كومبرومون في الكيران في عسر النقل جينيرال فهمتني حتى باش تمشي النقل الجامعي فهمتني باش تعمل غزوه نتاع غزوه بدر باش تاخذ بلاصه فهمتني ولا التاكسيات ما غير ما نحكيو والله ولو انهم عندهم الحق زاد يجي واحد باش على كورسه نتاع 4000 فهمتني باش يهبطوا للسنتر فيل يضرب 4 سوايع وبار من التحرش اللي نحكيو على النقل بالتحرش في وسائل النقل سبب الاولاني وزاره النقل ومن بعد السبب الثاني هم المرضى فما برشا مرضى ونشوفوا فيهم فهمتني بالطبيعه ديما بين الرجال ما فهمتش ما ريتش تحرش بنسي حاليا ما ريتش ما ريتش بتمنى تصير لما هلا ما شفتش علاش تتمنى؟ شنو تتمنى يعجبك شي واحد ترى بغير ما يعمل حد شيء يبدا عاقل جيب راه تتحرش به اي رجل يتمنى كثير ساعات موقف هكا نفدلك واش بدنا نفدلك انا احنا فهمتني اما لا بون جينيرال معناها دي نحكي بون جينيرال ديما نحن معناها مجتمع ذكوري تحب ولا تكره المجتمعات العربيه الكل تحرش النساء ممكن يصير في بلدان اخرى فهمتني منحله مش منقول متقدمه منحله اخلاقيا اما نحن معناها اكثر تحرش يجي يصير من الرجال وسيرتو من الرجال والله اللي غير من الرجال الكبار فهمتني شوف فيها بشوف فيها بعين شفت معناها حادثه قدامك هكا صارت شفت سرتو قبل الحق مش وسائل النقل قبل في الكوش كنا صغار وقت يهزوا هذه بالطرايف كنت تحكي عليها يهزك القطو والبشكوت في قبل كي تصير برشا هذيك اي واحد بالجينيراسي بتاعي يعرف كيفاش يعني في الكوش وقبل كي تهز تبقى عبيد بشكوت وبقلاوه ما كانش بقلاوه تو العباد سيفيليزي اكثر بقلاوه واحد بشكوت وغرايبه وكل الحكايات هذيك فهمتني صرتوا الغرايبه فيقوش تعطش هادي باش كنت يبدا حاسين عبيد جاي حتى لا تبقى له حتى شيء يبدا يدز فهمتني في الكوشه ما تصوري ما نعرفش كيك الجينيراسيو بتاعي انت ما زيدش اطبق انت هاك ملاعب هادي والوسائل يستغل انه يهز اطبق يستغل شنو يستغل شو باش يعمل لك تصويره فهمتني يستغل لك الواحد اللي الدز والزحمه يا دنيا زحمه فهمتني يستغل هذيك فهمتني باش عارش بقى باش يوصل رغباته ولا لا الله اعلم فهمتني والوسائل النقل نشوفوا فيها كل يوم معناها وسائل النقل مرات ما لهمش عليهم متحرشين حتى مش باش يتحرش يروح لبيت دز وفي الوسط يعني انت لهنا المساحه نتاع ما فماش كثره معناها وسائل النقل تخلي معناها الوضع مش مريح معناها بالنسبه للمتنقلين شوف باش نوقد كثره وسائل النقل البلاد تعبات بلاد صغيره فهمتني تعبات برشا فهمتني انا ما ديما ما نتصور انا بالتويين باش تتنحى الحكايات هذه منها تحرش منها ما ريتوش بدنا موضوع التحرش ولينا نحكيو اكثر عن النقل فهمتني لازم يفرقوا الادارات والسبيطارات وهذا مش بسهل تونس معناها في بور لانستون صعيب برشا معناها حاجه بريسك مستحيله معناها ماديا فهمتني يلزم معناها المركزي كما يسميوها هك فهمتني يبعدوا معناها نقصوا من الادارات في وسط العاصمه فهمتني ادارات سبيطارات توسكي معناها حتى هكا شويه بوتيكات شويه واحد فهمتني بس هنا فما حتى حل والحل هذايا بريسك مستحيل في زابل مي بريسك مستحيل هما فهمتني معناها من بعد تفرها تونس بالكدا بالكدا ولا يدعثروش في بير نتاع بترول ولا حاجه فهمتني ميسي نو انا باش نبقاو عايشين كيك الى يوم يبعثوا لكن هنا ما تشوفش انه زاد ضيق المساحه زاد ماهوش مبرر باش انه يقوم المتنقل انه فهمتني هذه من الحاجات ليه تاخي تو شنو زاد معناها تبدا حتى طلع واحد في حكه نتاع سردينا معناها يتحرش ومن بعد يلوم على هاو حطوني في حكه سردينا لا سريانا فوار المريض مريض هذاك المريض معناه مش كي تحطه في صحراء وكار فيها هو وجمل يتحرش بالجمل فهمتني ماهيش حكاية ما سبب سبب معناها فما شكون معناها مش مريضة ما تفي بروفيتي معناها ماك الزحمة هذيك فهمتني
نعم معناها شوي مش سلام، مش سبب المريض، معناها سبب المسبب في الشخص، في الشخص هو بيده، معناها مريض مريض وش باش تعمل، يا الدويه هي تمشي تعد وكاو. في حالة معناها انه صارت حادثة قدامكم مثلا فما تحرش، يعني هنا كيفاش تشوف المواطنين معناها كيفاش يتعاملوا مع، يعني يجاوا مع الضحية ولا يسكتوا ولا شنو يصير بالضبط؟ انا بيرسونيلمون صارت ما شفتش انا معناها هكا من المراه تعيط بليس، والله كي نحكيك مراه معناها صدقني مراه ونسات تحركت فهمتني، تحركت فهمتني بقى، تحركت شديت فهمتني زوز كفوف ما نعرفش شنو، وراجل كبير مش زوز كفوف كفوف على خاطر انا بيدي ما نحشم كم متربي مانيش باش بقى عابد كيف كيكا ما فهم في لا تنجم تقدر ولا حد شيء، مي كتصير والله العباد زاد ولات تخاف راه فهمتني، بالله تخاف يا خويا توا من صغار صرتو من الصغار فهمتني، ما تعرفش عليه شنو هو تحت وجيت تتكلم، مي بو انا ما انا واحد من الناس ما نتصورش روحي نسكت الحقيقه، هذا اللي نحط مرتي نحط اختي نحط امي الله يرحمها فهمتني، ما نتصورش روحي نسكت فهمتني، حتى وديما نعرفش ما نحن ديما كلحوم الشعبيه عادنا النزعه معناها حتى تبدا عاقل فين وفين غنان ديما عادنا النزعه هذيك فهمتني، بو مش حتى معناها مربوطه بالحوم الشعبيه، حتى الناس الراقيه فهمتني اللي عنده شيء شعرة سيدنا علي فهمتني، ما نتصورش باش يسكت. بخصوص الحلول معناها اللي تشوفها رادعه معناها للمواقف هذه شنو مثلا حس؟ والله ما نعرفش كلمه كان تعديوها مش كلمه بليده ولا حاجه، يحكموا عليه معناها بالخاصيه هكا انا نتصور احسن حكم باش يكون يعني انت هنا طالب انه قوانين رادعه معناها لانه مش هو ما هو مستحيل باش يتعمل، مصدقني والله هو ما هم المتحرشين المتحرشين مش لك الدرجه، اما المغتصبين والواحد ما احنا بويسك ما عندناش الاعدام معناها يخسيوه وكهو، مش يكون عبره لمن يعتبر وين حال حكايه، خاطر هذه ريتو في العالم الكل فهمتني، وكان تبعوا القضايا نتاع العالم الكل نتاع المغتصبين والمتحرشين عباد تشدت معناها تحكمت وتشدت وعاودت معناها من مارك ديترو في بلجيكا من برشا في فرنسا برشا معناها في امريكا فهمتني، هذه حاجه معناها ريتو كيما الغريزه نتاع الماكله كيما كي يخ يتبدل يولي وحش تشد حبس تعمل له كل شيء معناها راه ما تنحاش حسب ما شفت معناها في الظاهرات اللي صارت في العالم الكل، الور معناها بويسك ما عندناش الاعدام حاجات كيف هكا اخسي خلي الراجل ينسى كل شيء. لك شيء يعني تكون حالة نفسية معناها مرض يعني حالة نفسية، حالة نفسية مي بو ما نتصورش انا كان باش تتعالج تو معناها نحن في تونس ما عندناش الامكانيات ومعناها ما عندناش سلاح في السجون باش تلاهوا به، الور كو برا في امريكا وفرنسا في البلدان المتقدمة معناها مئات الحالات تشدوا على الاغتصاب فهمتني وعلى حكاية هذي ومعناها سويفي بار بسيكولوج سويفي بار معناها سوسيولوج وكل شيء ورجعوا عملوا نفس الحكاية تفرجت كي حكاوا معاهم فهمتني كي حكاو معاه معناه حاجه اقوى منه معناه يبدا يشوف هكا الفريسه نتاعو سيرتو كي تبعو فك الصغار اللي بيدوفيل وحكيت معناه يتبدل تولي سي ترانسفورم معناه عبد اخر ما عادش يحس روحه فهمتني ويعمل الحكايه هذيك. انت شنو تنصح انا اللي يستعملوا وسائل النقل يعني سواء الراجل ولا المراه؟ والله يا الراجل كيما حكينا صعيب باش تصير تحرش به فهمتني، والله ننصح المراه ما تسكتش تعمل شهرة مهما يكون وع 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 في أي راجل باش يخاف في وضع كيف هكا فهمتني باش يخاف وبالواحد معناها أقل حاجة ما تسكتش فهمتني، خاطر فما معناها تما تكون تخاف تخي رجال وتخاف وعندها الحق مش عيب راهو معناها حتى راجل على الشيء اللي نشوفه فيه معناها تحاول معناها هكا راهو أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوء فهمتني، تحاول معناها تصيح تعيط تعمل له عرعور فهمتني من بعد تواصل عباد يدوروا بشهرب ولا باش يعمل حاجة. يعطيك الصحة يا عايش.